ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده مروان موسى وهشام حسن رابتور. اوكي، انا واحد كتب لي الاسم الاغنيه دي. طبعا دي تقريبا من ضمن الاغاني اللي انا ما حدش قال لي عليها وانا ما سمعتهاش قبل كده وما اعرفش مين هشام حسن. اوكي، فخلينا بطل رغي ونخش على طول الاغنيه. يلا ليتس جو. دخلت من باب الفضول وطلعت من باب الخروج، بدي اقلام على الخطوط بس بتعامل ببرود، في ذكاء في الاسلوب، انا رسالتي مسجله، انا قافل خطوط، لا مش غاوي اتصال، لا مش لازم ردود، ده رصيدي 100,000 ومش شاحن كروت. فات الغروب ولذلك هتجه على الزمالك اخوض المعركه، اكتب برات ولا روح العزومه معرنه، تكون ايدي مدفونه في شعرها. يلا عادي قرب واتفرج، بمجرد محرك دراعي ابداعي بتذاع على البث الاذاعي، من بره بيتهرب ازاي هتقنعهم بقناعي، انا وقت شعر تراك فما تزدش، بيقول لي مان شت فديته مان شت ما نسيتش، لو كنت كرواتي كان اسمك هيبقى ما جتش، تاجي على الراس انت قاعد بشروطي، تمسك الشيشه انا رفعت بسوقي، بقتل الجثه فيش داعي لحنوتي، راب تصفيات وبنلاعب جيبوتي، والمفاجاه اني في وشك بالشاي ده. انا مستني الدخله، انا كل ده في كذا مره اقول خلاص هيخش، فاهم؟ في بيز هيخش، فاهم؟ اللي هو فاهم اللي هو مروان موسى. اوكي، انا كل ده مستني. اوكي، واو، 5 دقايق و 14 ثانية. اوكي، بسيك وخليك تسأل نفسك ازاي ده تحقيق، جاي التدريب هعلق جدتك علامة تصويب، بالرماية هنهيك اصل الخطر ده لما بتضايق، جاي التدريب هعلق جدتك علامة تصويب، بالرماية هنهيك اصل الخطر ده لما بالرماية هن ايه؟ انا سمعت غلط. جاي التدريب هعلق جدتك علامة تصويب، بالرماية هنهيك اصل الخطر هنهيك، انا سمعتها حاجة شبه هنهيك، بس ما تقولهاش هنهيك. اوكي، سمعتها حاجة الخطر ده لما بتضايق عالبيت، سايق بسبيد حبسك في الشنطة وبهرج واقول لك ازيك يا شقيق، وبايديا بأذيك، ايوه بزيق، خليته ينتحر قلت له احسنت، رميته في الترعة وفي رجله اسمنت، رحت العشا مع رنا وحسين وبسنت، قالوا لي انت راجع من فين، ابتسمت وادي النتيجة، برقص كأني بلعب في لاليجا، سيبك كل اللي فات هيشيلوه يا حبيبي، دي جيبة ايدك على قلبك بس قلوبنا مش سوا، نسيدك سايق وبسمع دليدة، هركن واركب التاج. اوه يا حمد اتفضل. والله معايا في اتفضل في التراك معايا، والله العظيم اتفضل تعالى بيعزمها التراك. قال لي يا ولد اصل انا بقوش ماغي دي بلد بباسبور تخش، بديله بالقلم لا بكتب بقلمي، انا مين؟ انا اللي فايز يا كوتش، ده جايز يصد على اللي جاي ده زي ما. اوكي، انا الدخله عجباني بتاعت هشام. اوكي، انا دي اول مره اسمع هشام حسن. يا ولد اصل انا بقوش ماغي تعالى قال لي يا ولد اصل انا بقوش ماغي دي بلد بباسبور تخش، بديله بالقلم لا بكتب بقلمي، انا مين؟ انا اللي فايز يا كوتش، ده جايز يصد على اللي جاي ده زي ما شافه عليا بيرد، فجينا في مجاله فجاله دماره، فبينا يا مارو بايدينا نلطش، يلا بينا نبدا، شاف هشام شعره شاب حتى لما غاب برضه رابتور يعلى، سمعنا في التراك مارو على الانتاج، لو مش مارو مع هشام نطاق الخدمه ستوب طب طب على الام سي ستوب، مين سي ستار ميم سين صاد صاد ما بيتشعر. هشام حسن ده. اوكي ما علينا، خلينا نكمل. اوكي، عبط ده فاب واستعبط واستعرض، قال لك مش هعرف بطلوا في كباشة، خرى لي خرى في بور خرى من الشاشة، شامي يديك في بيانو. واو، اوكي انا في آلات انا بحبها. اوكي، جيتار درامز بعشق الدرامز فشخ. اوكي، والجيتار اللي هو الالكتريك اللي هو تان اللي هو نظام الروك. اوكي، و بيانو احيانا، بيانو مش على طول يعني، في ستايل، بس انا بالنسبه لمصر ان يبقى في الراب يبقى في داخل بيانو موضوع حلو. اوكي، انا عجباني الحته دي بتاعت البيانو. بطلوا في كباب، مش بيج فان قوي للبيانو، بس بحترم الناس اللي بتعزف على البيانو، لان الموضوع برضو مش سهل بالنسبه للبيانو، برضو صوابع وبتاع وتروح يمي هناك وتيجي هنا اهو، فاهم؟ برضو نفس الكلام برضو في الجيتار، ان انت تقعد فاهم كذا تركيز، ان انت تركز في ايديك الاثنين ان هم يعملوا حاجات مختلفه، فاهم؟ الموضوع برضو مش سهل.
اللي جرب طبعا عارف عارف انا بتكلم في ايه. باشا خرى لي خرى في بور خرى. واصعبهم بقى الدرامز اللي محدش هتخيله، لان قعدت قبل كده حاولت في اللي هي اللي بيبقى فيه زي الطرف في بتاعت الدرامز، الدرامز اللي هو زي الطبلة اوكي، اللي بيبقى فيه عصايه مسكنه اوكي، وبيقعدوا اللي هو نظام برضو الروك اللي بيبقوا فيه كذا طبلة اوكي، مش عارف اقولها لكم ازاي، اكيد عارفين يعني ايه درامز اوكي. جربت بس في الطرف ده لازم ان انت بتضرب في حته معينه اوكي عشان تديك صوت اوكي، فكنت كذا مره بحاول يعني اتعامل في الدرامز، كان في حته زي خشبه كده طالعه بتاع دايما اخبط فيها من غير قصدي، طبعا عشان ما عنديش خبره وما عنديش اي حاجه فما عرفتش العب الدرامز خالص، بس الموضوع صعب. لما باجي بتفرج على حد مثلا اللي هو يعني بيبقى مثلا في الدرامز اللي هو بقعد اتفرج اللي هو ازاي ده، انا كنت بحاول بعصايه واحده ومش عارف اجيبها هو فاهم. فالحاجات دي انا بتعجبني، عشان كده يمكن عشان كده برضو بحب الدرامز اكتر، لان حاسس ان هو اصعب من الجيتار او البيانو اوكي، اصعب لان حاولت كذا مره وبرضو مش عارف اجيب الصوت فاهم. فخلينا نكمل. خرم الشاشة شامي ديك في اساسك مرو ينهيك على البيت لي خرى في بور خرم الشاشة شامي ديك في اساسك بطلوا في كباشة خرى لي خرى في بور خرم الشاشة شامي ديك في اساسك مرو ينهيك على البيت بشياكة بيس واقف دمتني من كم القميص تاكك عجبني مش لازم تشخيص في يوم حد فادني لا اسف مفيش صاحب فوق ما تداريش اصل فوق ما تناديش بدي الضربة في القاضية واللوبيا دي اختفي ساحة لو فاضية بس وطنة دي اكتفي حلبت في حلبت في لخبطة في البيانو. يعني في الاول كانت عجباني، انا قلت ان هي يعني ايه هيدونا حته صغيره من بيانو وبعد كده خلاص فاهم، بس في لخبطه احس ان في كذا بيانو دخل مع بعض اللي هو في ايه بدي الضربه في القاضيه واللوبيا دي اختفي ساحه لو فاضيه بس وطنا دي اكتفي حلبته في حلبته والتور جري جابوسك دراكتور فريدي ريدي سود الشهاده مكان غير شاء منكو زهق في مجاله شافوا على بيتو جرى شافوا على قالوا خرب ابو خرب ابو شنب شتم اللي وعمله فاجي وطلع بعده جاله قالوا صنع سرق اللي بدع شافوا غيره قامت سمع عم رابه ده مصنع بعده تاني جالي بعمله ده فبدات بدات ده فيكو فزهقت سبقتك هزقنا عليكو كسبتك هزقتك بسقف وهد من سقفك اهزر بكسر بعادي لزقتك مسحتك في مساحتك في ساعتك بسعتك وسعتك في دماغك بلعبك لسعتك سعادتك مشاعرك اكمنك مشاعله بس اوكي. مروان موسى بيغني مع هشام حسن. دلوقتي انا عرفت ليه مروان موسى بيغني مع هشام حسن اوكي. هشام حسن يعني واو واو، انا لو حد يعرف له اغاني تانية اوكي يا ريت، لان انا طريقته عجباني فشخ يعني طريقه الكلام عجباني فشخ. بسيبك بسقف وهد من سقفك اللي بدع شاف غيره قامت سمع عم رابه ده مصنع بعده تاني جالي بعمله ده فبدات بدات ده فيكو فزهقت سبقتك هزقنا عليكو كسبتك هزقتك بسقف وهد من سقفك اهزر بك هو اسكندراني بيقول كسبتك بصر بعادي لزقتك مساحتك في مساحتك في ساعتك بساعتك وسعتك في دماغك بلعبك لسعتك سعادتك مشاعرك اكمنك مشاعله بسيبك متشعله تعلق من شعر سيبك متشعله تعلق من شعر يلا بينا ايه ده خلاص كده اكمل ولا لا يا عم انت لو عايز تكمل بس الحسد خلاص الحسد يا ابن الله استنى بقى خلي بالك انا بقول لك بقى موضوع البارات ده كنت بعمله زمان زيك كده الوقت وخش جامد بس ده ممكن انا عندي كذا مايك بايظ بس جوه هناك بسبب البارات جامد خلي بالك مروان موسى ولع البيت يا رب ما يبقى فيه الحته اللي فيها لخبطه يعني هي لحد دلوقتي هي حلوه اوكي البيانو حلو قوي هنا لحد هنا لو في لخبطة نشوف
مش موجوده الحته اللي كان بيغني فيها شهاب هشام شهاب اه اوكي عشان بقى عملت لشهاب اغاني كتير فبقى معلق في لساني. اوكي الحته اللي هو كان بيغني فيها هشام اللي انا قلت فيها لخبطه في البيانو، حاسس ان في كذا بيانو مش بيانو واحد. اوكي مش موجوده. لا هي تقريبا هي دي. اوكي هما طولوا ال الاغنيه بالحته الاخيره دي. اوكي ف ماشي اوكي اديني سمعتها كلها من اولها لاخرها. انا بحب اعمل كده. اوكي بحب اسمع الاغنيه بديلها حقها. معلش انا اسف. اوكي مش قصدي ان انا اطول عليكم. ما علينا. انا هو في 4 ثواني ما سمعتهمش. استنوا كده انا طولت عليكم. ما علينا. ده كان رياكت. اوكي انا الاغنية عجباني وهشام عجبني. اوكي هشام حسن انا مش عارف اذا كان هو الرابتور اللي انا كنت اتكلمت عليه قبل كده ولا لا. مش عارف التاني الرابتور اسمه ايه يعني اسمه الحقيقي ايه. هو ده السؤال اللي انا كنت عايز اساله في نص الاغنية بعد كده قلت ما علينا بس قلت مش إيه. يعني عارف انت اللي هو عايز اسال سؤال هو هشام حسن ده بس هو مش رابتور يعني مش هيعمل اغنية باسم رابتور ومش هيبقى اسمه هشام حسن اكيد يعني غبي فشخ. ما علينا سيبكم من اللي انا قلته ده. اوكي ده كان رياكت. اوكي ويا ريت تكتبوا لي اغاني لهشام حسن. اوكي لان عجبني طريقته اسمها ايه حذف الكلام اسمها ايه بيسموها ايه اسمها ايه حذف الكلام صح المفروض ما اعتقد مش عارف. ما علينا اكتبوا لي اغاني دي. اوكي عشان هعمله ان شاء الله قريب. بس كده ده كان رياكت. يا رب يكون رياكت عجبكم و يا ريت لو اي حد بيعرف يعزف. اوكي يا ريت تبقى تعرفني عشان في حاجات بتشدني. اوكي في حاجات بتعجبني يعني بيانو مش قوي. اوكي يعني بيانو اوكي ممكن اتفرج عليهم يعني ممكن على حسب اللي هما بيعزفوه. الجيتار برضو بعشق الجيتار اللي ممكن اتفرج عليه. اوكي ما بملش. الدرامز برضو انا بموت في الدرامز. انا درامز والناس اللي بتعمل بيت او في حاجات بتشدني كده. في حاجات بحب اسمعها بحب اتفرج عليها فاهم. فمش كله يعني مش اي حاجه اللي هو في حاجات معينه كده ممكن اتفرج عليها اللي هو اوكي انا عاجبني الحاجه دي. اوكي علينا ده كان رياكت. انا طولت عليكم فشخ انا اسف. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ويلا تشوس.